لان عارف ان علي معلول عامل زي العربيات القويه، الموتور القوي لما بتقعد ممكن انها تتاثر. طبعا كهربا وشريف على اعلى مستوى من الاداء، وفي بينهم التنافس الشريف والروح الجميله اللي بينهم. طبعا لو اقعد اتكلم على كولر هتكلم كتير. نتكلم على المدير الفني لنادي الزمالك. الحقيقه اول ما جه عمل نوع من التغيير بعكس كلور. كلور لما جه ما غيرش في الفريق، كان بيلعب 4-2-3-1، ما غيرش وابتدى يلعب بنفس الاداء. شويه شويه ابتدى يعرف ان في بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي، فابتدى يعلي من اللياقه البدنيه، وبعدين بقى يطلب منهم الحاجات الدفاعيه والهجوميه، وازاي انك تامن هجومك وتامن دفاعك. علشان كده شكل الفرقه بقى جميل جدا، والترابط والخطوط اللي بينهم كانت على اعلى مستوى. المدير الفني لنادي الزمالك يعني الحقيقه لما جه عمل نوع من اللخبطه شويه في تغيير مراكز اللعيبه. صحيح. ابتدى يبقى في نوع من التوتر داخل الفرقه، وابتدى الاستوديوهات التحليليه وحتى لاعيبه الزمالك القدامى كانوا يعني في اراء ان هو يمشي، لان يعني عمليات اللخبطه اللي كانت موجوده والنتائج. الى جانب طبعا الطريقه اللي هو بيلعب بيها، بيلعب اعتقد 3-4-3، ويغير في مراكز اللعيبه. يعني فتوح بتبص تلاقيه بيلاعبه احيانا في وسط الملعب، ودي طبعا مش عدلته، لان دايما انت باك رايت بتبقى دايما لعبك على الخط، بتبقى تحس ان هو ده الخط ده بالنسبه لك حاجه بتسندك مش حاجه بتعوقك. صحيح. فهو الحقيقه انا مش مع معقوله ان هو عمل نتائج جيده، لكن اعتقد ان في ماتشات كتيره ما كانتش بالاداء الجيد، وكان دايما في مساعده من الزميل. يعني ماتش روكسي مثلا ضربتين جزاء، وماتش فاركو الماتش لا، بس عندهم اداء هجومي، الزمالك عنده اداء هجومي واداء دفاعي شكله ايه؟ واداء شفاء نتكلم فيه، لكن انا بتكلم على الناحيه الهجوميه عنده قويه جدا. بس برضه يا كابتن كان في مساعدات، كان في يعني ماتش روكسي يعني بروكسي اسف ضربتين جزاء واهداف ضايعه. بتكلم على الثلاث اربع مباريات الاخيره مثلا، الماتش اللي فات، الماتش اللي فات بتاع فيوتشر ماتش فيوتشر يعني حارس المرمى جنش لم يكن موفق، جنش ما كانش موفق بعكس ماتش الاهلي، وكابتن شوبير قال الكلام ده. كان في ماتشنا كان يعني بيطلع من فوق ومن تحت حاجه جميله. احتمال في الماتش ده يمكن لم يكن وارد موفق. انه يبقى في، ما بقولش لا قدر الله حاجه مش كويسه، لكن بقول انه في الماتش ده ما كانش موفق. لكن في خلال الشوط الاولاني 2-0، جول في اول 5-6 دقائق، وبعدين الجول الثاني الراجل رايح لوحده، فعمليه الجانب الدفاعي ما هياش جيده. اذا هو بيركز على الجانب الهجومي ما بقاش مدير فني، لان انا كان زمان الكلام ده في البرازيل كانوا بيهتموا جدا بالجانب الهجومي. صح. على حساب الواجب الدفاعي، فيجيب 5 تجوال ويخش في 4 بيكسب برضه. بس لا، ف 5-4 الكوره مش كده، الكوره زي كولر كده ما بيلعب، انا بجيب اهداف وبضيع فرص. صحيح الفرص اللي بتضيع ديت لما الاجهزه تيجي، الفرص دي مش هتضيع، لان هو جايب اجهزه بحيث انها تساعد المهاجم في عمليه احراز الاهداف. الى جانب طبعا ما بقللش من المدير الفني للزمالك، لكن انا بقول لك هو لسه لم يظهر. لا ما انا من وجهه نظري ما عملش الحاجه اللي تطمئن منها ان نادي الزمالك بيلعب كوره لمده 90 دقيقه بشكل مميز. اوكي. عنده اخطاء. امتى نقدر نقول كده لو ده حصل يعني؟ لما بقى يلعب موسم ويجيب اللعيبه اللي هو عايزها، وبعدين يبدا الموسم يعني. لما يبدا الموسم وجاب اللعيبه اللي هو عايزها يعني من خلال الانتقالات، وبعدين يقعد موسم او موسم كامل، او طبعا مش هيصبروا عليه موسم كامل، يقعد دور اول بالكامل، لان الزمالك نادي كبير، يقعد دور كامل يشوفوا اداؤه ايه بعد ما يوفروا له الانجازات. الى جانب البطوله العربيه اعتقد برضه هتبقى فرصه انه يبان الاداء بتاعه من خلالها، لكن انا شايف ان هو في عمليه، يعني انا كلاعب في نادي الزمالك وانا قاعد في المحاضره انا مش عارف هلعب ولا مش هلعب، ومش عارف انا هلعب فين، ودي في حد ذاتها حاجه مش طيبه، حاجه مش كويسه. اوكي. لان انا كولر برضه عمل ايه؟ عمل
تثبيت تشكيل وعمل التدوير بحيث ان انا كل لعيب قاعد في المحاضره او مش موجود في المباراه اللي قبليها بيبقى عارف انه ممكن جدا يبقى اساسي ويبقى موجود نتيجه الفكر اللي هو الراجل هتبص تلاقي عندك قلبي الدفاع منعم ولا رامي ولا محمود متولي ولا ياسر كل واحد واقف على ترتيب صوابعه ممكن يلعب هاني او خالد تعرفش مين هيبدا نفس الكلام بس الاثنين هتبص تلاقيهم مستعدين جدا في وسط الملعب وهكذا الفراوده حسين ولا عبد القادر مش عارفين مين هيلعب انا بقول لك الاحساس اللاعب اللي قاعد بيتفرج او قاعد بيسمع المحاضره عارف ان هو ممكن جدا يبقى بيلعب او هيلعب المباراه وبالتالي دي بتدي نوع من التركيز وكل لعيب يبقى عارف كويس قوي ان انا ممكن جدا اكون بلعب ويبقى ذهنه كله صافي والراجل وصل لمرحله ان هو كل لعيب عارف ان هو ممكن جدا يبقى موجود في الجيم وبالتالي انا بشوف ان كولر وصل لمرحله اعتقد مع التدعيمات هتبقى في حته تانية ان شاء الله اللي راح يومين بعد نهايه المباراه الاخيره امام الاتحاد السكندري ثم عوده للتدريب بعدها بيومين مباراه شايف الوضع ده ازاي كابتن في حد في الدنيا بيلعب ست يعني اخر ثلاث ماتشات انت لعبهم في ست ايام او خمس ايام الفكره ابتداء من الخميس حد اربع انت يعني الخميس بكره هتلعب والحد والاربع تلعب ست ماتشات في 13 يوم يا كابتن في ايه في ده ايه ده يعني ولله الحمد ما تعادلناش غير ماتش والباقي كله مكسب صحيح وبعدين ربنا بقى بيبعت لك الشوكولاتايه كده اللي بتاعت اللي اديت لك الدوري فطبعا ده نتيجه انه توفيق ربنا ثم بيدي لك على قد جهدك لانك انت اللعيبه عندك والجهاز الفني ما بيحتفلش يعني انت بتاخد بطوله افريقيا ما احتفلتش صحيح يعني ما دخلتش الفرح حتى على اسرتك لان ما فيش وقت صحيح انت راجع على طول على ماتش راجع على طول على ماتش الماتش اللي بعديه انت الماتشين الاخرينين اللعيبه ما روحتش يعني قعدوا في اسكندريه على طول ماتش الاتحاد والماتش اللي قبليه اظن كان ماتش الاتحاد والماتش الثاني كان الاثنين في الاتحاد والاسماعيلي الماتشين في اسكندريه 48 ساعه اربع وسبت يعني انت ما تمرنوش طبعا يعني فطبعا الماتشين دول الاسماعيلي والاتحاد اللعيبه ما روحتش فطبعا كل واحد عايز يشوف ولاده وعايز يشوف فدي طبعا الراجل بيشتغل نفسي على اعلى مستوى اوكي واحساس اللاعب برضو لما يكون المدير الفني اللي كان لعيب ممتاز ولعيب جيد الى جانب ابتدى يعرف نوعيه اللاعب المصري او اللاعب العربي انه دايما مرتبط باسرته دايما عنده الجانب العاطفي فهو اشتغل في الحته دي وراح مدي اليومين اعتقد اليومين هيبان مدى السعاده بتاعتهم في خلال الماتش